بعد انضمام اللاعب حسام عوار إلى المنتخب الجزائري، شن الإعلام الفرنسي هجوما شرسا على اللاعب الذي أكد في تصريحات سابقة خاصة بها موقع الفاف عن ندمه لاختيار منتخب فرنسا سابقا، الأمر الذي زاد النار حطاما. وحرك المدرب السابق للمنتخب الفرنسي ريمون دومينيك الذي صرح لقناة ليكيب الفرنسي أن متوسط ميدان نادي ليون اختار الجزائر مجبرا لا مخيرا، بل وذهب أعمق من هذا بقوله عليه اختيار الجزائر حين كان في المستوى العالي وليس اليوم. تصرفات وخرجات إعلامية تعكس صدمة الفرنسيين بعد أن نزع هؤلاء الشباب ثوب فرنسا ليختاروا لباس الأجداد. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.